أول شيء يعني خلينا نقول الحمد لله على السلامة. الله يسلمك من الشر والبلاء يا رب. حياكم الله. يعني تداول كثير صورة لك وأيضا وحديث يتعلق باختطافك حمد، نحن نتواصل معك اليوم لمعرفة صحة ما تم الحديث عنه. نعم، العموم هو ما صار فيه اختطاف، ولكن هي الاعتداء وحدث تقريبا تقدر تقول يعني اعتداء بالقتل بسبب من الأسباب، يعني من وافدين، طبعا أنا كفيل واحد منهم، رايحين إلى أحد الولايات لفتح فرع ومتجر تجاري. طبعا لحسن نية أنا شليت اثنين من العمال اللي هم الشركاء وكانوا معي في السيارة. طبعا شليت معي في السيارة، واحد منهم راكب عندي سكاسيت وواحد راكب عندي خلف. لما وصلنا، قبل ما نوصل المنطقة المراد اللي هم ذهاب إليها، اللي هو أنا كفيلة اللي هو العام المالي، قال لي والله أنا عندي أدريل أو معدة بناء في البيت الفلاني قيد الإنشاء. طبعا أنا تحركت وصلت عند البيت، للأسف الشديد أتفاجأ أن في حبل خلفي، الرجل اللي راكب خلف وهو طبعا شنقي بالحبل على السيارة من خلف على الكرسي. فشفت الثاني يساعد الشخص الأول في رمي الحبل ويمسك إيدي بحيث أن يكون الحبل يكون يسيطر على الحبل، يسيطر على الرقبة. فصار عرق ما بيني وبينهم، فدركت أن خلاص أن الجماعة لا ناويين على نية شر، وناويين على نية ناويين على نية قتل باختصار. حاولت من الوهلة الأولى أن يتخلص من الحبل ما يكون في رقبتي، فكانت السيارة تمشي، رفعت نفسي فوق وخليت الحبل يكون خارج الرأس. فتضاربت مع اللي هو ماسك يدي، اللي هو كان مسيطر علي بالمقام الأول اللي هو جنبي. فتلاكمت معاه في البقوص وكذا، ففكرت خلاص في أني أوقف السيارة وأني أهرب من السيارة بقدر ما أستطيع. ضربت الأول اللي كان موجود معي، وقفت السيارة في الباركين، فتحت الباب حاولت أخرج، لكن للأسف اللي كان جنبي مسكني بالملابس، والثاني يداور من الخلف كذلك فتح الباب بحيث أنه يدفني ويكملوا إجراءاتهم اللي هم رأس منها بالضبط داخل السيارة. حاولت أهرب، هربت الحمد لله والله الحمد من السيارة. جوني اثنين مع بعض، صار في أعراك خارج السيارة لفترة وما يقارب 20 دقيقة. معناني هربت على باتجاه الشارع العام لأني ما ممكن أهرب بسيارتي لأنهم هم قريبين من السيارة. ووقفت أحد المواطنين جزاه الله خير ونقلني إلى شرطة عمان السلطانية. اللهم لك الحمد والشكر، تم القبض عليهم في مطار مسقط الدولي الساعة 5 العصر. تم القبض عليهم في نفس اليوم، يعني صارت الضرب صارت المشكلة الساعة 9 أو الساعة 10. طيب، وتم القبض عليهم بتاريخ 25 في نفس اليوم الساعة 5 العصر. واحنا مشكلتنا مو مشكله، لكن اغلبيتنا احنا دائما نكون صريحين للحلاليق وللمقاهي. تلقى يمكن صر العماني شخص ثاني تلقى الحلاق لكن يعرف عنك كل اسرارك، ولما تتعرف على الحلاق يجيب لك اسرار. وخلاص عرف حتى اسراري، انني ضايع عرض قبل اسبوع بمبلغ مالي. فالرجال مفكر في طمع، فكر في مبالغ، انني هذا الريال استولي عليه واقضي عليه واهرب دافع المالي هو وراء كل هذه، والطمع كذلك. وكذلك للاسف حن نفق كثير في الاجانب، وهذا هذا 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 غلط كثير. كان تعاملي مع من افضل التعامل، ما في يوم من الايام انا اذيته، بالعكس انا وقفت معاه في عده مواقف